هذه الزاوية اللي لها تاريخ لا ينعد، زاوية تيتوسا لها تاريخ بتاريخ، ومن يوم وعاوا باتنا وخلقوا وحنا في ذا الزمان ذا هو مخلوه لنا أوائل عنا ما نقدر نصيبوا عنها. أي عام إن شاء الله نتم نزوروها كل عام، اللي بها اللي مخليها للأجداد من عهد لعهد. وإحنا اليوم في الزاوية، في مقر الزاوية بالذات عند النحر، ونطلبوا من عند مولانا تبارك وتعالى يجمع الأمة ويصلح الأمة ويصلح المسلمين وينصر صاحب الجلالة. والله إن شاء الله يشافيه ويعافيه، طلبينها عند الله سبحانه وتعالى. والله ينصروا، الله ينصروا، احنا ما لحقنا هنا إلا به هو، ينصروا الجميع. مدينة تاسة في الزاوية، زاوية تاسة اللي عندها أكثر من 7 قرون، الحمد لله وإحنا نحتفلوا بها بالنسبة لقبيلة تيتوسة. وراني مرحب بالجميع، والله ينصر السلطان ويهدي الأوطان، والله يحلى بزوت الرحمن بين المسلمين، والله يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين. كانت الناس تجيه من كل فج عميق، تتسوق أنت ذاك سمعت المولود وتترايا فيه وتجمع فيه، واللي غال له شي في المشاكل كامل ما يقضيهم الا تو زيارة عيد المولود النبوي. والقبيلة الحمد لله ملتحمة من كل فج عميق، وهذا فضل من مولانا، جايته القبائل الصحراوية من كل فج عميق، وجاية مولي من الجميع، وجاية من أوروبا، وجاية من آسيا، وجاية من كل بلد، وهذا فضل من مولانا، وهذا معروفة به هذه القبيلة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.